مرحبا بكم في قناة علوم الكهرباء على اليوتيوب. اليوم راح نتناول كيفية تغيير نسب تحويل محولات التيار من 1 أمبير إلى 5 أمبير في مناولة الحماية نوع سيمنز. ابقوا معانا نشوف شو راح نفتح مناولة الحماية ومن ثم تغيير نسبة التحويل. الخطوة الأولى إطفاء الباور سبلاي المجهز لمناولة الحماية الدفرنشال كما موضح في أدنى. الآن العمل على فتح الغلاف الخارجي لمناولة التفاضل. الآن فتح الغلاف الخارجي للمناولة كما موضح لنا. أوكي. الآن يتم رفع الغطاء الخارجي لمناولة التفاضل. هذه المناولة من الداخل. هذه القطعة الخارجية قطعة الشاشة اللي تعرض المعلومات قراءة الميترينج وقراءة الحماية. الآن نقوم بفتح الكارت الأول الذي يحتوي على محولات تيار لجهتين ويتم سحبه لغرض مباشرة بتغيير محولات تيار. سحب الكارت بهذه الطريقة. الآن يتم سحب الكارت بغرض مباشرة بتغيير محولات التيار. دير لي هاي شوي. هاي الواضحة محولات التيار. سيتم تغيير نسب التحويل وإعادته إلى العمل. ابقوا وياني. يتم تغيير نسب التحويل إلى 5 أمبير. الصورة ما واضحة لك عليها. هنا تحول إلى 5 أمبير. 5 أمبير. هاي 5 أمبير. يتم تحويل هذه المحول إلى 5. الصورة مو واضحة. وهذه الصورة لها 5. بعد تحويل الكارت سيتم إعادته إلى العمل. إعادة الكارت إلى العمل وضعها الطبيعي. الآن يتم وضع الكارت في موضعه الطبيعي لغرض إعادة الغلاف الخارجي إلى العمل. هذا الشكل الباتري اللي يحفظ الميموري في الريلي. واضح هذا الريلي بشكل عام. الآن يتم إعادة الغلاف. يتم إعادة ضبط الغلاف الخارجي للمناولة كما مبين هذا. ومن ثم يتم إعادة الباور سبلاي للريلي وقراءة القيم التيارات داخل الريلي. إعادة ربط الباور سبلاي الخاص بمناولة التفاضل. هذا نقل الفيديو المعرفة. إعادة ربط السلك النيجاتيف خاص بالمناولة. الآن سيتم إعادة الباور سبلاي إلى مناولة الحماية كما موضح. إعادة الباور سبلاي إلى مناولة الحماية الآن كما موضح في الشاشة. وسيتم قراءة التيارات في الفيديو القادم. لا تنسوا
الضغط على السبسكرايب اند لايك للفيديو ودعم للقناة. تقبلوا تحياتنا قناة علوم الكهرباء على اليوتيوب.